العينات تيجيونا من على حسب التقسيم اللي دارت وزاره الصحه. كاين جوج مختبرات في المغرب، كاين المعهد الوطني للصحه والليناش، وكاين معهد باستور. اذا معهد باستور كناخذوا لي بريليمون ولا التحليلات ديال العينات اللي كيجيو من لو سونتر ديال البلاد ولو سود تاع الكركارات. اول حاجه اللي بغينا نقولها ان احنا ما كيجيوناش الناس كنديروا لهم التحليله، كيجيونا العينات، يعني ما كنستقبلوش الناس مباشره. في المغرب كاع المستشفيات اللي كانوا اللي مختصين في هذه التحليلات، في هذه الاختبارات اللي خصهم يصيفطوا لينا، كاين واش كونابير واحد لا ديفينيسيون دي كا. يعني في الاول هذه لا ديفينيسيون دي كا غادي كتبدل، يعني كل مره كتبدل. في الاول كانوا الناس اللي جايين من شي دول فيهم ليبيديمي، كانت في الاول لا شين، ايطاليا، فرنسا، اللي جايين من هذيك البلاد وعندهم الاعراض هما اللي كانوا كيديروا التحليله. دابا لا ديفينيسيون غادي كتبدل، يعني قال لي عندهم شي اعراض ديال مرض تنفسي وعندهم شي حوايج اخرين اللي كيقدروا يضروا، مثلا مرض مزمن، هما اللي كيتخذوا. في كل مستشفى كاين واحد الخليه هي اللي مكلفه كتشوف الناس وكديسيدي شكون اللي غادي يدير تحليله وشكون ما يديرش تحليله. كما قلتي هذه ماشي اول تجربه ديالنا في لي زيبيديمي ديال لي فيروس. الى عقلتو كانت ليبيديمي ديال الصحاص في 2002 2003 اللي انطلقت من هونغ كونغ. كنا دخلنا ولكن ما كانش بهذا العدد كبير ديال التحاليل. كانت من بعد لا غريب اشاينا بانديميك ديال 2009 اشتغلنا اكثر من وقيل من هذا الوقت، يعني كانوا الحالات كثار بزاف هذيك لا بيريود. كانت عندنا الخدمه بلا قياس. من بعد جات الايبولا، الخدمه ما كانتش كثيره ولكن كانت النيفو ديال لا بيو سيكوريتي ديالنا كان طالع. يعني حيت في المختبر انا عندنا جوج المختبرات على حسب الخطوره ديال الفيروس. هذا الفيروس خاص دو نيفو 2، يعني ما كيشكلش واحد الخطوره كثيره لا علينا حنا في المختبر. بحال ايبولا هذاك نيفو 3 بلس، يعني حتى المسائل الوسائل ديال الحمايه ديال الناس و ليزيكيبمون دو بروتيكسيون طالعين شي واحد الدرجه اكثر من هذا. سي تري فاريابل، يعني ملي كنبداو حيت ما كنلونسيوش ان مالاد واحد بواحد، كنجمعوا اون سيري حيت لا ماشين ما يمكنش لونسيوها كل شاك فوا بوغ ان سول مالاد. ملي كنبداو نخدموا على العينه حتى كنعطيو نتيجه تقريبا بين 3 سوايع ونص 4 سوايع حتى 5 سوايع الا بغينا ناكدوا مثلا مره اخرى. لا كما قلت لك حنا ما كيجيوش عندنا الناس، حنا كيجيونا العينات. اذا اون فوا تنستلموا العينه كنقوموا بالتحليل ديالها، كنوجدوا النتيجه ديالنا كنصيفطوها لوزاره الصحه مباشره. ومن بعد وزاره الصحه هي عندها البروسيدو ديالها باش تعلم هذا لو كور ميديكال اللي مقابلين الناس اللي عندهم في المستشفى. لا حيت حنا عندنا غادي نشرح لكم بعد، عندنا اون طرافاي دون دي كونديسيون دو سيكوريتي اوبتيمال ماكسيمال. يعني كنشتغلوا العينه في واحد الجهاز اللي كيتسمى بوست دو سيكوريتي ميكروبيولوجيك اللي تيحمي العينه وتيحمينا حتى حنايا. المهم سي ان بو كومبليكي ولكن غادي نوريكم من بعد. عاده اون بلوس كنلبسوا كاع لي زيكيبمون دو بروتيكسيون، يعني لي ماسك اف اف بي 2 voire اف اف بي 3، لي لونيت دو بروتيكسيون، اون كومبينيزون انتغرال. دونك نورمالمون سي اون ريسبكت لي بون براتيك دو لابوراتوار، يا لو ريسك اللي فريمون تري 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 فيبل بالنسبه لينا حنايا. هذاك هذا خطا، هذا فريمون ما كاينش هادشي. هو فيروس ريسبيراتوار، يعني كيصيب الجهاز التنفسي، وماشي اول مره تيظهر هذا الفيروس. راه كيما قلت لك بان لو سخاس
بل لو ميرس كورونا فيروس اللي في واحد المنطقه ديال الخليج كينتقل على عن طريق الجمال، هما اللي كانوا هو الريزيرفوار ديالو. يعني هاد الناس كلهم اللي جاو ماشي في البحوث اللي دارت، ما عمر شي واحد كان عنده ان بروبليم دو فشل جنسي ولا شنو. هادو كلهم سي الناس مالوغوزمون شي وحدين تيطلقوا شي حوايج في لي ريزو سوسيو، الله يهديهم. حنا خبراء، حنا سيانتيفيك، يعني كنعتمدوا على البحوث اللي دارت وبحوث اللي تعرضات على واحد الكوميتي دو ليكتور، يعني الناس خبراء اللي كياكدوا داكشي اللي تقال. حنا لا ريفيرونس ديالنا هي المنظمه للصحه العالميه الاوميس. في هذا الوقت اللي كنهضر معكم سي ان فيروس اللي كي سو ترانسمي فيا لي غوتلات، بالعربيه سي كتسمى رذاذات. يعني الفيروس خصو ضروري يكون في واحد محمي في هذيك لا ساليف اللي كيكون في وسط منا باش يقدر يعيش. الا بقى بوحدو حيت لي فيروس ماشي بحال لي باكتيري قايمين بذاتهم تيبقاو عايشين بوحدهم. الفيروس ما كيحتاج ضروري خصو شي سيلول ولا واحد لافيرونمون سبيسيال باش يبقى عايش. الا طاح الفيروس في الارض وما كان لا 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 ساليف، ما كانش شي ان انفيرونمون هوميد، ما كانت شي حاجه، غادي يموت. ما يطولش كلكو زور غادي يمشي فحالو. اللقاح كاين بزاف ديال اللقاحات اللي كنسميها دي فاكسان كانديدا، كاين بليز دون ترونتين دابا خدامين عليهم الشركات. كاين دي انستيتيو دو ريشيرش في العالم خدامين، كاين شركات خاصه خدامين. والسرعه ديال الانتاج ديال هذا اللقاح اللي غادي يخرج كبيره بزاف. يعني الى قارنا بالنسبه للايبولا كان خص واحد العامين باش يخرج الفاكسان، اما بالنسبه لهذا الفيروس هذا سي كيسيون دو موا. يعني غالبا هنا ما عرفتش تقريبا، ولكن يعني لا تكنولوجي تقدمت بزاف. يعني ولينا كنقدروا نصنعوا ان فاكسان بمجرد ما لا سيكونس جينوميك الماتيريال جينيتيك تاع الفيروس تطلق في لي باز دو دوني في الانترنت. لي انستيتو اي لي سوسيتي كي فابريك لي فاكسان كلهم بداو كيشتغلوا وغادي يكون ان فاكسان قريب. النصيحه ديالي ان يطبقوا التعليمات ديال وزاره الصحه وديال الحكومه. الناس يبقاو في ديورهم ياك، يغسلوا يديهم، ما يقربوش اللي عطس. هادو كاع النصائح اللي كيسمعوا اللي كدوز في التلفازه ولا في الراديو، وهادو غينفعوا مشاعر الفيروس كورونا، ينفعوا حتى الفيروس ديال الغريب، ينفعوا بزاف الفيروسات اللي كينتقلوا عن طريق الهواء او عن طريق استنشاق ديال الهواء. الغسل اليدين المتكرر، اللي بغى يعطس في الكود ديالو او في مشوار اون بابي ويلوحو في لابوبيل. الواحد الا كان مريض هو يدير الماسك، ماشي اي واحد يدير الماسك، راه ما غاديش ينفعوا الماسك. شكون اللي خصو يدير الماسك؟ هما الناس اللي خدامين في الصحه اللي كيقابلوا المرضى، الناس ديال اللابوراتوار هما اللي خصهم يديروا الماسك. مي اللي مريض خصو يدير الماسك، علاش؟ باش ما يكحبش على شي واحد، باش ما يعاديش الناس. واللي كيحس براسو عيان يبتعد شي شويه عن الناس المسنين واللي عندهم شي امراض مزمنه.